بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة. عندنا خطوط رفيعة، عندنا تسبغات، عندنا كلف، عندنا نمش، أثر حب الشباب، مكون واحد هيخلصنا من كل ده وبسرعة. ايه هو المكون ده؟ العسل. بس الطريقة اللي احنا هنعمل بيها مساج العسل مختلفة عن أي طريقة تانية. هنعمل مساج وماسك في نفس الوقت. ادي العسل، طبعا ما ننساش قبل ما نعمل اي مساج نعمل مساج لفروة الراس. على الوجه الكامل الأنف العين الراحة بلطف، العين بلطف. حطينا العسل، نبدأ بقى المساج. 3 صوابع دول العسل فيه أحماض أمينية، فيه زنك ونحاس ومغنيسيوم ومنجنيز، مضاد للبكتيريا والجراثيم. يعني احنا كأننا برضو بنعمل مساج ومصر وبننظف وشنا. لو عندنا اثار حب الشباب او ندوب او جروح ممكن نحط العسل المكان اللي فيه الجرح او الندوب ونغطيها بحتة بلاستيك صغيرة ونسيبها طول الليل. المساج ده مهم قوي، بنعمله واحنا مسترخيين لان يعني بنستمتع بيه. مش هروح لعناية دلوقتي، انا بجهز وشي مسافات صغيرة. ابدأ بالعرض، انا عملت كده بالطول. وانا بسحب كده بسحب بالراحة اتجاه الاتجاهات دي بتاعت العضلات. طبعا كلنا عارفين ان احنا عشان نشد الوجه المتجهم العابس لازم نعمل تمارين اليوجا، مساج للشعر، مساج للودان، عضلة الترقوة والماسورة دي. أنا مش هعمل رقبتي النهاردة، أنا بعمل وشي بس عشان أنا كنت عاملة بالديرما. أسحب كده بالراحة بالراحة. عارفين أنا برفع الجلد عن الخلايا اللي تحتيه، زي كأنك مثلا في كيس وتحتيه مية، فلما بتشيل الكيس المية بتمشي. المية دي هي عندنا العدو الأول لتجاعيد الوجه أو سبب تجاعيد الوجه، السائل الليمفاوي. فأنا كده كمان بعمل تصريف للسائل.
كل سحبة من دي ممكن نعملها 5 مرات، يعني كل منطقة بالطول. طيب هنا عشان عضلات المضغ هعمل تصريف للسائل الليمفاوي، هاجي عند العين واعمل برف، عند عظمة العين هنا واعمل برف. خطوط الجبهة بالطول، بعدين هتعشقوا يعني هتحبوا قوي المساج. هنفصل نفسنا عن الواقع لما نيجي نبدأ أي حاجة حوالينا، مفكرش غير في نفسنا بس، واحنا بنستمتع بالمساج. تلاقي نتيجة سريعة، ترطيب وش التنظيف وترطيب وإزالة التصبغات والبقع، ممكن لو البقع شديدة أو التصبغات شديدة ممكن بعد ما نعمله نجيب شوية كركم ونعمل عسل وزبادي ونحط ونعمل مصر. هرجع لعيني تاني، انا بضغط برفق وبسحب برفق هنا، هنسيبه على وشنا لغاية ما نزهق منه. مفيش قانون ان انا اسيبه، لا يعني 10 دقايق او ربع ساعة، اقل حاجة ربع ساعة، لكن انا هسيبه. في ناس بتنام بيه، يعني في بعد الديرما في ناس قبل ما تنام بتحط العسل ومن غير الديرما. انا بجيب ليمون، مش عارفة لو عندك حساسية ما تعمليش بالليمون، انا عايزة ليمون عشان العسل فيه احماض امينية وفي نحاس، فأنا عايزة فيتامين سي. لو عندك حساسية ما تحطيش اللون، عالجي الحساسية في الصيام المتقطع. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله. بس